لم يذكر الحزن بالقرآن إلا كمنهي عنه، فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أو كمنفي بقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسبب ذلك لأنه لا فائدة بوجود الحزن في القلب، وأحب شيء إلى الشيطان بجعل العبد المؤمن يحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن، لذا قال ابن القيم: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم والإرادة. ولا شيء أحب إلى الشيطان أكثر من حزن العبد المؤمن، لذلك افرحوا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله. ثقوا بما عند الله وتوكلوا عليه، وستجدون السعادة والرضا في كل حال. فلا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. إذا تأملت بحالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء من دون أن تطلبها، فالله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا وكانت لمصلحتك. من الممكن أن تنام وأبواب الجنة تفتح لك بسبب أدعية دعيت لك بالنيابة عنك. فسبحان الله، ربما من شخص فقير ساعدته في الماضي، أو من شخص حزين أسعدته، أو من شخص عابر وابتسمت له. فلا تستهتر أبدا بفعل الخير. أحد الصالحين قال: إني أدعو الله في حاجة أريدها، إذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم تتحقق لي فسأفرح أضعاف أضعافها، لأن الأولى كانت من خياري والثانية كانت من اختيار رب العالمين. الحياة قصيرة، فلا تقتصروها بالقلق والهم والغم والحزن، لذلك كن صاحب قلب يتنفس السعادة والرضا مهما قست عليه الظروف.